أختي هذه الوقفة تأتي تأكيدا من قبل مكونات محافظة أريحة كما هي باقي محافظات الوطن في الوقوف مع الأسرى وذويهم، وقفة إسناد. نحن نقول دائما بأن كل هذه الوقفات هي مهمة ومهمة للغاية، أولا على الصعيد الداخلي لنشعر أهالي الأسرى وأهالي الشهداء بأننا أوفياء، كما نحن نظهر الوفاء الموجود في داخلنا لهذه القضية، وكذلك هي رسالة إلى المجتمع الدولي والعالم بأن هذه القضية هي قضية محورية لأبناء الشعب الفلسطيني، هي ليست بالقضية التي يسمح بأن يكون هناك أي تلاعب في هذا الأمر، وهذا ليس شعارا. موقف الأخ الرئيس أبو مازن في هذا الجانب هو ليس موقف، إنما هي مواقف كثيرة ومتعددة بأن أسرانا الأبطال هؤلاء بالنسبة لنا أيقونة التحرر، هؤلاء بالنسبة لنا ثابت وطني لا يمكن في يوم من الأيام أن نحيد عنه، كما هو الأسرى وكما هي القدس والمصرة وكما هي كل قضايا الشعب الفلسطيني. اليوم نحن جئنا كمؤسسات رسمية، مديريات عمل، مؤسسات أمنية، جمعيات، كل بلدية أريحة، كل مكونات الشعب الفلسطيني في هذه المحافظة جاءت اليوم لتؤكد على قضية واحدة بأننا مع أسرانا، بأننا خلف قيادتنا. ذكر المتحدثون كثيرا عن موضوع منظمة التحرير وبأننا لن نسمح بأن يكون خللا أيضا في موضوع تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني، بضرورة أن يعلم القاصي والداني بأن كل المكائد وكل الصفحات الصفراء وكل أصحاب الألاعيب وأصحاب المؤامرات لن يستطيعوا أن يمرروا على شعبنا شيئا، لأنه نحن في النهاية شعب رغم كل الصفحات الصفراء نقف وما زلنا وسنبقى نقف خلف القيادة الفلسطينية، خلف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ومن هنا من أريحة نقول للعالم بأن من يريد أن يخدم الشعب الفلسطيني ويقف مع الشعب الفلسطيني ويتحاور ويتفاوض مع الشعب الفلسطيني يكون من خلال البوابة الشرعية، هي منظمة التحرير بقيادة الأخ الرئيس أبو مازن. بالحديث عن يوم الأسير الفلسطيني، محافظة أريحة والأغوار خصصت هذا الأسبوع كامل لنصرة قضية الأسرى، كانت البداية مع الإذاعات المدرسية التي كانت كل يوم هناك تعريف بقضية الأسرى لتعريف الأجيال الناشئة والقادمة بقضية الأسرى وإبقاء هذه القضية حاضرة في نفوسهم. أيضا في الأمس كانت هناك زيارات لعائلات الأسرى القدامى قبل محافظة أريحة ونادي الأسير الفلسطيني في رسائل مهمة للغاية في ظل كل ما يتعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال، وأنت تعلم عن كمية الضغوطات التي يواجهها الأسرى داخل سجون الاحتلال والهجمة الشرسة من قبل قوات الاحتلال عليهم. الرسالة من هذه الوقفة اليوم التي تأتي بالتزامن مع هذا اليوم، يوم الأسير الفلسطيني التي تحييه محافظة أريحة والأغوار كما باقي محافظة. نعم أختي، يعني عمليا هذا العام في يوم الأسير قد يكون فيه إضافة من الإجرام من قبل الاحتلال ضد أسرانا. نحن بشكل يومي في محافظة أريحة نركز دائما على قضية الإسناد لأسرانا ولذويهم ولأطفالهم. أنت عمليا تعلمي والكل يعلم مدى القهر الذي يعشعش في داخل الأمهات في إفطار رمضان عندما يفتقدوا أبنائهم في 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 الأعياد في كل المناسبات الوطنية. هذا واجب علينا في مدارسنا، في جامعاتنا، في مؤسساتنا، في كل أماكن تواجدنا وتجمعنا أن تبقى قضية الأسرى قضية حاضرة. هذا أمر مهم ومهم للغاية أن نعمل به وأن يبقى هذا أمر في إرثنا وفي تاريخنا وفي في 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 عملنا الوطني والأخلاقي أن نقف مع هذه الفئة من أسرانا وكذلك شهدائنا. تعليمات القيادة الفلسطينية وتعليمات الأخ الرئيس أبو مازن هذا نهجا وليس فقط تعليمات آنية وتعليمات لم نكن نعمل بها سابقا، هذا بالعكس هذا نهج وطني حقيقي تقوم به كل مكونات الدولة الفلسطينية. نقف مع أسرانا وسنقف مع أسرانا، نقف مع أطفالهم ومع نسائهم ومع أمهاتهم حتى لا يشعروا يوما واحدا بالغربة، لا يشعروا يوما واحدا بالتقصير. وكما قلنا قبل قليل بأن التعليمات في هذا الجانب علينا أن نقف مع أبناء شعبنا، وكذلك تعليمات الأخ الرئيس لنا وللمحافظين ولكل المؤسسات الرسمية، إياكم أن تشعر غزة بأنها وحيدة. عمالنا اليوم الذين أيضا في مدينة أريحة
شارك جزء منهم في هذه الوقفة اليوم، الوقفة الإسنادية للأسرى. هذا دليل بأن كل مكونات الشعب الفلسطيني هي تقف مع ثوابتها، ولا يمكن أن نحيد عن هذا المسار، ولا يمكن إلا أن نبقى الأوفياء المخلصون لكل ثوابتنا وعلى رأسها قضية الأسرى والشهداء. مفتى المحافظ، يعني هذا العام وهذا اليوم المميز يوم الأسير الفلسطيني يأتي في التزامن مع أن محافظة أريحة والأغوار منذ العام الماضي ومن بعد الحرب على غزة قدمت أكثر من 260 أسير أسروا فيها خلال هجمات الاحتلال ومهاجمتهم واقتحاماتهم لمحافظة أريحة ومخيمات مدينة أريحة، وربما هو عدد الأسرى الأعلى خلال سنوات الماضية، وهذا يدل على أن أيضا محافظة أريحة عانت خلال هذا العام والعام الماضي. رسالتك اليوم لأهالي الأسرى في محافظة أريحة والأغوار، ونحن نتحدث هنا عن 260 أسير أسروا وهم الآن في قبضة الاحتلال من بعد الحرب على غزة. أختي، نحن نسعى باستمرار إلى أن نجنن، ونحن نعمل من أجل أن يكون هناك استقرارا في مدننا ومحافظتنا ومحافظاتنا. أداءنا على الأرض رغم الحصار ورغم الإجرام ورغم كل شيء، ولكن نحن نعمل على الأرض ونخدم أبناء شعبنا. العائق الأول لنا في محافظة أريحة هو الاستيطان، العائق الثاني هو اقتحامات جيش الاحتلال والحواجز التي توضع على محافظة أريحة، وهم من خلال هذه الاقتحامات يقوموا باعتقال الشبان والأطفال والنساء والشيوخ، وريحة ليست استثناء في هذا الأمر. خصوصا عطفت المحافظ أنه الحواجز التي وضعت على مداخل ومخارج محافظة أريحة والأغوار منذ أكثر من عامين هي اليوم أصبحت بمثابة نقاط اعتقال وتفتيش للمواطنين، وهناك العشرات من الحالات التي سجلت حالات الاعتقال على دعيني أصحح شيئا، هذه الحواجز يقوموا بوضعها ليس فقط لموضوع الاعتقال، وإنما هو لموضوع التنغيص، لموضوع القهر للناس، وكانت القيادة الفلسطينية قد أبلغت هذه الرسالة إلى كل أبناء، إلى كل مؤسسات العالم، بأن الحواجز، الاقتحامات، الإجرام الذي تقوم به إسرائيل هو لا يؤثر فقط على أمن واستقرار المنطقة أختي العزيزة، هو يؤثر على أمن واستقرار الإقليم كاملا، ونحن نرى ما يحدث. ولكن أعيد وأكرر، بالنسبة لنا سنعمل من أجل خدمة أبناء شعبنا. أولا سنعمل على تفويت الفرصة على هذا المحتل، ونقول لأهالي الأسرى ولأهالي الشهداء ولكل المؤسسات، مؤسسات العمل الوطني في أريحة، بأننا سنعمل مع أطفالنا ونعمل مع شبابنا حتى لا نجعلهم لقمة سهلة لهذا الإجرام ولهذا الاحتلال. كل ما نستطيع إلى ذلك سبيلا سنعمل، ولكن تأكدي هذا الاحتلال الذي يقوم على هذه الأرض بالباطل سيرحل. هذه البؤر الاستيطانية وهؤلاء الرعاة الذين يقومون بنشرهم وحمايتهم من قبل المؤسسة الرسمية والأمنية الإسرائيلية في المعرجات، ووضعوا نقطة جديدة في العوجة، تأكد تماما بكل المستويات الرسمية القانونية الشعبية سنتصدى لهؤلاء المستوطنين، وتأكد تماما أنه لدينا قناعة راسخة، كل شيء تستطيع إسرائيل أن تعمله ضد أبناء الشعب الفلسطيني عملوه، لم يبقى شيء، قتلوا ودمروا وأسروا وجرحوا، ولكن لم يفلحوا في أن يكون هناك فكرا عند أبناء الشعب الفلسطيني أن نرحل من هذه الأرض. مخطط الترحيل كسر بإرادتنا، كسر بعمل قيادتنا، كسر بثبات أبناء شعبنا، كسر في كل الدنيا ومات ووئد في كل الدنيا، ولكن بقي حيا في عقول هؤلاء الصغار المجرمين أمثال بنيامين نتنياهو وسموتريتش وبن غفير وغيره، الذين هم يعلموا جيدا أن المكان الحقيقي لهم هو سجون العدالة الدولية، وسيذهبوا إلى سجون العدالة الدولية، لأنه لا استدامة لظلم ولا استدامة لظالم، وسيرحلوا عن هذه الأرض، وتبقى فلسطيننا هي عنوان الحرية وعنوان التحرر بإذن الله. دكتور حسين حمايل محافظ محافظة أريحة والأغوار، أيضا سلام سنتحدث عن فعاليات المدارس الصباحية والتي كانت منذ بداية هذا العام بالتضامن مع الأسرى ونصرة قضية الأسرى مع مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة أريحة والأغوار الدكتور محمد حواش. وسهلا، يعني منذ بداية هذا الأسبوع فعاليات كثيرة شهدتها المدارس في محافظة أريحة والأغوار، من الكلمات التي ألقيت في الإذاعة الصباحية وتخصيص الإذاعات الصباحية في مختلف مدارس المحافظة لإلقاء كلمات عن موضوع الأسرى وتعريف الطلبة والأجيال الناشئة والقادمة بقضية الأسرى. حدثنا عن هذا الموضوع وعن الفعاليات التي قدمتها مديرية التربية والتعليم في أريحة لنصرة ودعم قضية الأسرى في يوم الأسرى. يعني كما تعلمون يعني صادف يوم 17 نيسان هو يوم للأسير الفلسطيني، لكن على مستوى وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم تم تخصيص يومي 17 و 18 أربعة للحديث من خلال الإذاعة الصباحية
عن واقع الأسرة وعن الحركة الأسيرة والتأكيد على الذكريات والتأكيد ماذا يعني 17 نيسان ولماذا 17 نيسان، وتحدثنا أيضا عن عدد الأسرة قبل أحداث 17 وبعد أحداث 17 وكم عدد الأطفال المحتجزين لدى الجانب الإسرائيلي وكم اخترقت من القوانين الدولية والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الطفل من خلال يعني اعتقال المجموعة الضخمة من الطلاب. يعني حاولنا أن نزرع في ذاكرة الطلاب مدارسنا تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية لأنه هو موجود من خلال المناهج الفلسطينية، وأردنا أيضا أن نخرج من المألوف. هناك أيضا مسابقة خاصة في الرسم وسنعرض معرض للرسومات اللي خاصة في يوم الأسير، وهي من إنتاج الطلاب والطالبات أنفسهم، سنعرض ذلك في يوم 29/4. هذا المعرض سيكون مركزي، وأيضا هناك يعني مسابقة أخرى لها علاقة بمسابقات تتحدث عن معرفة عامة عن واقع الحركة الأسيرة الفلسطينية. كل ذلك يجري في مدارس أريحة الحكومية والخاصة وليتزامن مع هذه الفترة التي يعني ترتبط بذكرى استشهاد أمير الشهداء أبو جهاد والحركة الأسيرة والأحداث التي تحل في وطننا الفلسطيني. يعني أنا أعتقد الأطفال هم يعني سفراء لمنازلهم لأهليهم لأسرهم، فبالتالي عند زراعة يعني هذه الأفكار وهذه القصص في أذهان طلابنا، قصص الأسرى وما الذي يعانونه من مشاكل وقضايا لها علاقة بالتعذيب وبالتحقيق وبحرمانهم من الدواء ومن الغذاء، عدد الأسرى من الشهداء وأيضا عدد الأسرى الموجودين سواء كانوا من الضفة الغربية أو من غزة أو من القدس الشريف أو حتى من الشتات. الحديث عن الحركة الأسيرة هو ليس يوم عابر وإنما حديث يمتد إلى أن ننطلق إلى جذور الحركة الأسيرة وأساسها يعني المرتبط في أذهان جميع المواطنين الفلسطينيين وشعبنا الفلسطيني. ترى أهمية مثل هذه النشاطات والفعاليات التي توجهونها لطلبة المدارس الصغار والكبار منهم في توعية تفكيرهم وإحياء صورة الأسرة وقضية الأسرة في نفوسهم من وهم على مقاعد الدراسة؟ يعني كما تعلمون لا تقف المدرسة أو العام الدراسي على تدريس المباحث العلمية والإنسانية المختلفة، وإنما هناك دائما تأكيد على الرواية الفلسطينية عن حقنا في فلسطين، تاريخنا الطبيعي، عن حقنا كفلسطينيين في التعلم وفي الصحة، عن حقنا كفلسطينيين في عدم الاعتقال يعني وعدم نسيان أيضا العديد من الأشخاص الموجودين يعني في المعتقل في فترات يعني مختلفة. يعني كما تعلمون أيضا أنه هناك العديد من المبادرات التي لها علاقة بإضراب المعتقلين والأسرى، إضراب المعتقلين والأسرى من الحركة الأسيرة والتي راح ضحيتها عديد من الشهداء، وتعلمين المبادرات التي لها علاقة بالماء والملح والمبادرات التي لها علاقة بالكرامة والمبادرات التي لها علاقة بعدم نسيان هؤلاء الأسرى القابعين خلف سجون الاحتلال. هي الفكرة أن نبقي على ذاكرة الأسير وعدم نسيانها في أذهان طلابنا وطالباتنا في مدارسنا الحكومية والخاصة ووكالة الغوث. هاي هي الفكرة الأساس. يعني اخترنا أن يكون الحديث على الإذاعة الصباحية المدرسية في مدارسنا يوم 17 و18/4، وأيضا اخترنا أن يكون 29/4 موعد لمعرض مركزي من الرسومات الخاصة بيوم الأسير. طبعا هي ليست رسومات رسم، ممكن أن تكون لوحات وسندعوكم عليها، ممكن أن تكون لوحات تجسد واقع الأسرى في السجون، القضبان، صمودهم وصمودهم الأسطوري، وأيضا هناك يعني بعض الحركات الأدبية التي لها علاقة بكتابات الطلاب تجاه الأسرى. فهذه مسابقات سنقوم فيها خلال شهر نيسان إن شاء الله بإذن الله. اليوم رسالتك لطلاب المدارس بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني، وإلى ماذا تدعوهم ليزيدوا من ثقافتهم حول هذا الموضوع؟ في حقيقة الأمر الوضع الفلسطيني بشكل عام صعب جدا. يعني كما تعلمون يعني واقع الأسرى قبل 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر يختلف تماما، وإن كان لم يكن يعني ورديا جدا في تلك الفترة إلا أن واقع الحركة الأسيرة بعد 17 كان سيء جدا وصعب جدا. وأنت لا تعلمين أصلا أعداد وحقيقة المعتقلين، هناك أعداد معتقلين من الضفة الغربية وأعداد لا نعلمها من قطاع غزة، لذلك يعني هذه الطامة الكبرى الأولى. المسألة الأخرى التي يجب أن نعيها تماما أن هذه الحركة الأسيرة مجردة من جميع الحقوق التي عادة يتمتع فيها أي أسير أو معتقل في ظل دولة الاحتلال. فنحب أن يعني أن تصل الرسالة لأبنائنا الطلاب بناتنا الطالبات بالقانون الإنساني وقانون الطفل الفلسطيني. هناك
البنود التي تجرم الاعتقال والتي تجرم الاعتقال بلا محكمة. هناك العديد من الأمثلة من طلابنا وطالباتنا في مدارسنا موجودين الآن خلف الاعتقال، وهناك اعتقال يختلف بطبيعته قليلا في القدس للأطفال تحت سن 18 وهو الحبس المنزلي، حيث لا يسمح لهؤلاء الأطفال بالخروج من منازلهم تحت طائلة القانون ويكون هناك مسؤولية يعني ضمن أولياء أمورهم. نعم الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أسرانا وأن يرحم شهدائنا. اليوم أعداد الحركة الأسيرة في محافظة أريحة كبير وفي الوطن أيضا كبير، نسأل الله لهم الفرج العاجل إن شاء الله. شكرا لك دكتور محمد الحواس مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة أريحة والأغوار.